ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا معاكم من مكان رومانسي ومكان لقصه قديمه من مئات السنين، 100 سنه. المكان ده معروف في باريس جدا، سياحي معروف، الناس اللي بتيجي لازم تيجي تشوفه وتزوره، ولو اتنين بيحبوا بعض لازم يجيبوا معاهم قفل زي اللي شفناه قريب. انا هنا على جسر العشاق، كوبري العشاق ده كوبري معروف جدا، مكان سياحي معروف في باريس. الناس لما بتيجي هنا لازم تزور المكان ده، ولو اتنين بيحبوا بعض هيجيبوا قفل ويربطوه في المكان ده وبيرموا المفتاح في النهر. طيب، رمز عن الحب ينكسر ابدا او الى ما لا نهايه، يعني ما كانش حد. الاقفال دي طبعا لها قصه، القصه بتاعتها هتشوفوا الافات الاقفال، قال ان هم اكتر من 700,000 قصه. الاقفال دي هقول لكم عليها. الاقفال دي قصتها ايه؟ الاقفال دي قصتها من 100 سنه كان في فتاه مدرسه اسمها ندى صربية، بتشتغل في مدرسة صربية، حبت موظف من نفس البلد بتاعتها، وتعهدوا ان حبهم يكون للأبد وحبهم ما ينقصرش أبدا. وكانوا بيروحوا على جسر في المكان بتاعهم ده في بلدهم في صربيا، وبيتقابلوا عليه دايما يعني هما الاثنين بيتقابلوا عليه، ندى وريليا، كان حبيبها اسمه ريليا، وكانت بيحبوا بعض جدا جدا جدا، واتفقوا ان هم يفضلوا مع بعض الى الابد لحد ما جت الحرب العالميه الاولى وفرقت بين ريليا وندى، ولكن ما فرقتش ان ريليا مات. لما تعرفوا القصه تقولوا يا ريت كملت. ريليا راح يحارب في اليونان، ولما راح يحارب في اليونان ريليا حب يونانية هناك وساب ندى وكمل حبه مع اليونانية. قصة الإقفال دي جت من كده. ولما ندى عرفت طبعا حزنت حزن شديد جدا جدا جدا، وماتت ندى متأثرة من كتر حزنها على حبيبها ان هو خانها وحب عليها. طبعا لو كانت طبعا عايشة في الزمن بتاعنا ده كانت شافت ان ده عادي جدا، عادي جدا بتحصل، بس هم كانوا من 100 سنة. المهم لما ندى ماتت النساء البلد بتاعتها اعترضوا على القصة، وبقت كل واحدة تحب واحد يروحوا على الجسر ويعملوا القفل عشان يبقى حب أبدي ما ينتهيش أبدا. وزي ما هوريكم ده جسر العشاق، هتلاقي كل اتنين ماشيين مع بعض هنا وبييجوا يحطوا القفل، فمنها جت الفكرة. الفكرة دي طبعا انتشرت في كذا بلد أوروبية، لأن كل حد من السياح كان بيجي يزور المكان ده كان بيروح في بلدهم ويعملوا مكان كده. طبعا المكان ده سور من الأسوار دي وقع اوريدي في نهر السن، وجت البلدية سنة 2015 زالوا كل الإقفال دي، ورجعت الناس تاني حطتها، فهم اتخذوها ان هي تكون نقطة ايجابية لجمع التبرعات، وفي نفس الوقت تكون مكان سياحي يجذب السياح ان هم ييجوا المكان ده علشان يحطوا الاقفال العشاء اللي بيحبوا بعض. فمنها جت فكرة ندى وريليا، وكانوا ايامها بيقولوا ان هي قصة حزينة، ان هي سبب الاقفال دي ترجع لقصة حزينة، ولكن مع زماننا ده هي ولا حزينة ولا حاجة، هو ده الواقع وهي دي الحياة. سلافي ده نهر السن يرموا فيه المفتاح. طبعا في قصص كتير بتروى يعني عن الجسر ده، ان بيجوا جسر كبير جدا طبعا، ده من اول اتجاه متحف اللوفر، بيربط اتجاه متحف اللوفر بالضفة الاخرى للنهر. طبعا القفل طبعا بيكون عليه حرفهم الاثنين اللي بيحبوا بعض،
او اسمائهم الاثنين، يعني اول حروف من اسمائهم او اسمائهم الاثنين. دي الباتوموش اللي هي المتنازل معهم في نهر السن. ده ساعة بتأجل على فكرة، ده ربع ساعة، فلوس كتير في اليورو، يعني فلوس كتير. فهو ده وفي الثابت ده في سهرات عليه، الثابت اللي هناك ده في سهرات عليه، هحاول اقرب. ده في سهرات عليه على النهر، ده ثابت باتو، ثابت ده باتو ثابت غير الباتو اللي بيمشيهم في النهر بيتفسح. طبعا حوالين المكان كله معالم باريس. من الاتجاه ده، الاتجاه اللي انا قصاده ده هيكون على الاتجاه ده متحف اللوفر. اوكي، بيربط الجسر من الناحيه الثانيه بمعهد الفنون، معهد الفنون اللي هوريكم التماثيل اللي فيه في الاتجاه الثاني اللي هو متحف اورسايل، معهد الفنون من الناحيه دي. فهو الجسر ده شوفوا الافات الافات الاقفال، وهوريكم نموذج الاقفال انتم ايه عارفينهم اهم. مراد، حد كتب بالعربي هو كمان مراد. ما كانش حد غلب لو القصه قصه قفل، لو قصه قفل ومفتاح ما كانش حد غلب. بس هي معتقد عندهم ان بكده حبهم هيكون ابدي ومش غير قابل للانقسار. ولكن في الواقع بلاش ندخل، خلينا نخلي القصه عن ندى وريليا، وبلاش نخش في القصص دي من الاتجاه بتاعنا احنا بقى. الحب لما بيبقى عامل ازاي ومعانا مش مفتاح 100 مفتاح، ولو رمينا مفتاح اللي عنده حاجه هيلاقي لها 100 مفتاح عشان يفك القفل. بكده دي قصه جسر العشاء وقصه الاقفال، ان الفكره جت من 100 سنه اللي هي قصه ندى وريليا، ومنها كل الشباب بيجوا هنا عشان يتقدم لواحده بيركع على ركبه ونص وبيديها القفل ويقفلوه مع بعض ويقدم لها خاتم الجواز ويطلب منها الزواج بطريقه رومانسيه، فبيبقى ليهم ذكرى حلوه جدا. الاقفال في كل مكان في الجسر، اوريكم الاتجاه الثاني للجسر. الاتجاه الثاني للجسر اهو برضو نفس فكره الاقفال، برضو عند الأميرة ديانا، عند الاستاتيو الشعلة بتاع الأميرة ديانا في نفس المكان اللي عملت فيه الحادثة بتاعتها. هوريه لكم المكان اللي عملت فيه الأميرة ديانا حادثة، في الكوبري اللي فوق المكان اللي هي عملت فيه عاملين لها استاتيو اللي هو تمثال الشعلة، وبرضه الناس بتروح تحط عنده السياحة، السياح يعني بيروحوا يحط عنده الإقفال. شوف ألفات الإقفال ازاي. في اسماء هاي بالعربي. فهل نعتقد ان الاقفال دي هي اللي بتربط اتنين ببعض؟ عايزه في تعليقاتكم تقولوا لي هل الاقفال دي سبب كافي ان هي تربط اتنين ببعض، ولا في حاجات اكتر ممكن تربطهم ببعض من الاقفال. انا شايفه لا، من وجهه نظري مش الاقفال خالص 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 خالص. اللي يربط اتنين ببعض هو التفاهم و تقارب التفكير عشان ما يدقشوش في بعض. يعني لما بيبقى فيه التفكير بعيد عن بعض بتبدا تحصل تزاحم في الافكار لما بيرتبطوا بالزواج، لان الجواز هو اللي بيظهر كل شيء بعد كده وبيظهر الافكار. فكل ما الافكار بقت قريبه من بعضها كل ما الحياه بتقدر تمشي، وكل ما الافكار بعدت كل ما الحياة بتبعد وبتبقى مستحيلة نكمل فيها. يا رب يكون عجبكم. دي فكرة وجت لي ان انا اقولها لكم، لان في ناس كتير في السياحة بتيجي هنا، وفي ناس كتير سمع عن موضوع الاقفال، وده طلب مني
ان اجي عند جسر العشاء واصور لقفال، وفي الواضح ان في واحد بيصورني. يعني انا بصوره، اللي بعمله في الناس بيطلع عليا باين ولا ايه؟ انا بصوره وهو بيصورني. اوريك بقى يلا. بس عايزة اقول لها يا ندى، ما كانش حد غلب يا ندى. لو القصة قصة عهد وحب، وما كانش الحرميين قفلوا يعني فسخوا الاقفال بسهولة لكل اللي بيعمل القفل وبيرميه في البحر اعتقادا، في النهر احتقادا ان ده حب ابدي. ف يا عيني عليك يا ندى، موتي في تيس يا ندى، والله صعبت عليا يا ندى، الله يرحمك. هوريكم بقى كأنكم معايا بالظبط الناس تحت بتعمل ايه. مش النفرسان طبعا، شفتوا الباتو الثابت هو زي مطعم كده على نهر السن، نفس فكرة المطاعم اللي عندنا على نهر النيل. لكن هنا طبعا في منزل هناك في الاخر خالص كده، تمام، بينزلوا بيتمشوا هنا وبيعملوا رياضة. اوكي، لو بصينا هنلاقي ناس بتعمل رياضة وبتتمشى. الناحية التانية برضو نفس المكان ده تحت الكوبري، كوبري العشاء او جسر العشاء، في كراسي وترابيزات ورايا اهو شايفينه، وناس بترقص شايفينهم. فطبعا ده كل ده بيتمثل عندنا كده. سيدة تحت، ست بتتدرب على المنشاكو، طبعا انتوا عارفين اللعبة دي، لعبة سنين المنشاكو. بس لعبة بيضة اهو. ده طبعا العنوان للي حابب يجي هنا في يوم من الايام على الجسر ده. يا رب تكون الجولة بتاعتي عجبتكم، فلوج مع ندى وريليا، قصة ندى وريليا للي ما يعرفهاش، واكيد كلنا ما كناش نعرف قصة ندى وريليا. احنا نعرف وعندنا فكرة عن الاقفال وبنشوفها دايما، وعارفين ان باريس فيها جسر للاقفال، وان الناس بتروح تحط قفالها، كل اتنين عشاء بيحبوا بعض يجي يحطوا القفل كرمز ان حب ابدي. لكن ما كناش نعرف اكيد، واغلبنا ممكن يكون عارف، وما عرفش اللي مش عارف لا يعرف، العارف لا يعرف، واللي مش عارف يسمعني. ومن على جسر العشاء ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتقولوا لي عايزين تشوفوا ايه تاني هنا في باريس، وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش. وعمل الاقفال والحب الابدي، حب وبحبكم في الله، واشوفكم على خير في يوم تاني من يومياتي، يوميات لميح. باي.